ستكون سلطنة عمان مع موعد جديد في استضافة مختلف الأحداث الرياضية العالمية، عندما تتوجه أنظار محبي لعبة الشطرنج مساء اليوم نحو الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر التي تحتضن بطولة العالم للشطرنج للهواة عام 2023، والتي تنظمها اللجنة العمانية للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، بعدما أنهت اللجنة كافة استعداداتها لانطلاق الحدث المنتظر. طبعا استضافة عمان سلطنة عمان لهذه البطولة يعتبر حدث تاريخي رياضي في سجل السلطنة، يضاف إليها أيضا هو ترويج رياضي عملاق على مستوى العالم، بحيث أن السلطنة تستضيف عدد 64 دولة بمجموعها من اللاعبين من عدة ثقافات الدول المختلفة، فهذا يعتبر تنوع ثقافي أيضا وترويج سياحي للسلطنة. لجنة على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الحدث من ناحية التنسيق للاعبين، اللوجستيات، خلينا نقول التنسيقات مع القطاع الخاص، تهيئة الصالة الرياضية، أيضا التنسيق مع اللاعبين. أنت تعرف أنه هذه اللعبة ذهنية نوعا ما، فالتهيئة الذهنية للاعبين واستقبالهم بالشكل الأمثل هو سبيل لإنجاح هذه الرياضة. وتشهد البطولة مشاركة 427 لاعبا ولاعبة يمثلون 64 دولة، وتتبع النظام السويسري بتسع جولات، حيث تستغرق كل جولة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة، ويدير المنافسات 19 حكما دوليا. ما تعين الحكم الدولي عبد المجيد من ماليزيا، هو بيكون رئيس لجنة الحكام وبكون أنا نائب رئيس لجنة الحكام. وخلال هذه البطولة يعني استقطبنا 19 حكم وعطينا فرصة للعمانيين، تقريبا بيكون حدود 10 أو 12 حكم من سلطنة عمان، احنا لهم الفرصة يحكموا هذه البطولة بحيث انهم يحتكوا مع الحكام الدوليين الثانيين ويكتسبوا خبرة في هذه البطولة. وتأتي استضافة البطولة تأكيدا على ثقة الاتحاد الدولي للشطرنج في قدرات اللجنة العمانية للشطرنج على تنظيم وإنجاح هذه البطولة العالمية، والتي تسعى من خلالها اللجنة إلى تحقيق أعلى درجات النجاح التنظيمي المنشود وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة رياضية عالمية رائدة في عالم الشطرنج.